اول خطوه في كوست لو مين الهاند كرن تجي على الايرث اي دي زي، وبعدين تجي هالمكان تراست لاند. تجي تراست لاند لازم تروح مية أربعة وعشرين عندكم دان، 158 ريد لاست وش. Wait for damage, I did it. Like, if I can,
لازم تسوي فاينل بلوز اللي هو تذبح في كروسبل بالهاند كنن وتسوي جنريت اورب، وفي انفيجن دينايد اللي هو بالجامبت اخر خطوة على اساس تطلع لومينا. في كستالات 11 لازم تكسرها وبتذبح زول اللي هو تروح مارس، تروح بعدين هادر سترايك ويل اوف ثاوزندز، لازم تذبح تكسر 11 كريستلز وتذبح زول. المهم شو اخباركم بعد؟ زين في كريستلز خير وحده كاب مالك نسيته في وادي حطاط. ترى خلاص ما يعني انا شوف شوف حصلنا لومينا.